يلا. السلام عليكم. السلام. شنو اسمك؟ اسمي حميدة زهراء. حميدة انت عملت؟ عملت. شنو سبب وفاة زوجك؟ والله هيك صار عنده ذبح صدري قبل سنة. قبل كم سنة؟ تقريبا صار هاي 9 سنوات. شنو هذا الولد؟ والله هذا يعني هو تقريبا صار عمره 10 سنوات 9 سنة بدت معانا اخواتي. اي ما راجعت فيه، قالوا عنده عجز بالمثانه، قالوا عنده التهابات بالحاد، قالوا ما اخليه تعرفين مستشفياتنا مدينه الطبان يمكن كل ما نام فيه شهرين وثلاثه وما حد وقف له على علم. بقيت اراجع الظروف تعبانه وابوه متوفى، فبعد ما قدرت يعني اراجع دكتور خاص لو في شيء فيه. بقيت اسوي فتش بقيت قام يوم عن يوم يورم يوم اخذته قالوا لازم تغسلينه سوي له غسيل. غسلت كيلو. رجعت اول مره قال والله هو هذا يعني حلله في هذا تدينه ايش غسليله تدينه يموت. صار شديد غسليله. صار هاي 5 سنوات اغسل له بمدينه الصدر. تعرفين بعيد مدينه الصدر من هنا لهم 12,000 كيلو. هو ما يقدر يعني الا تاكسي اجيبها له بالباب واخذه الى المستشفى. كم مره بالاسبوع تغسليه؟ 3 مرات اغسله. اذا ما يصير هم قالوا 4 اسويها بس الظروف شوي ما تستحمل. لا ما يصير هاي ثلاثة يعني يتخربط. يعني عندك راتب تقاعدي؟ لا والله ما عندي رعاية 195,000 كل شهر. كل شهرين. تعرفين الظروف شلون عايش فيهم؟ والله تعرفين انت ما اقول لك من العالم واللي بقلبه رحمه واللي يعرفون وضعيته تعبان. زين كم يتيم عندك وياك؟ انا عندي 2. 2؟ الاخ ولد وابنين؟ لا ولد. شقد عمره؟ ما ادري 2000. يشتغل عمار يطلع عمار 19 سنة تقريبا بالمدرسة لو لا والله هو من اخوه قام يغسل ترك الدراسة يعني شلون المشروع ترك الدراسة حتى يساعد طبعا يعني وين يعني تعرفون 195 سحب بالراد وهذا اذا مو بروح هاي تقارير هاي تقارير وبعد هاي تقارير مستشفيات كلها تقارير ما خلي مستشفى والله ما خلي قالوا يحتاج عمليات يحتاج سفرين عملي على مود المثانه مالتي هي سببها ما الكل يعني خلت زين هسه من دا تغسليله تشوفين اكو تحسن؟ لا بالعكس هو اصلا الغسل متعب يعني هذا الغسل فتره ويتوقف لو ما يتوقف الغسل ما يتوقف يعني ما دام يعني عايش هو شلون واحد مثلا يقول احنا جاي نمشي اذا توقفين هسه اذا وقفه يومين مثلا انا اخذته هسه البارحه باكر اخذه عقب باكر اخذه اذا ما اخذته باكر على الاربعاء ثاني يعني اخذ جنازه مندي لو الحي علي لو ما الحي وهاي وضعيته شوفينا هو يعني مواليدة 17 سنة شوفي بائحة أنا ما 17 سنة شو سوي الحمد لله شكرا على كل حال الحمد لله شكرا معك والله الله يكون بعونك الله يساعدك يعني والله يكون سعيد بتفيد مو تبي المستشفى شو سوي يعني وين أروح ما أقدر قالوا زرقي لك ما أقدر يعني تبي يا بسرايو وين أودي ما حد في الوقت هذا الله يكون بعونك يوم الله يكون بعونك اهل الخير يسمعون نداءك ان شاء الله والله انا اريد من الله منهم يبعون الحاله مو علي هذا بي اجر اليتيم انا اقرا اني نشوف رجعت من المدرسه 24 ساعه والله شهاده 24 ساعه من الغسل الساعه 2 الله يكون بعونك انا شلون يعني شو اسوي يعني لا حول ولا قوه أو ما يسمعون بعد ويوم الله يعينون الحالة وما يقصرون الله إن شاء الله مثل ما هم الجنة وربي يبارعنهم ويرحمهم إن شاء الله مثل ما يبارعنا الأجدام إن شاء الله نساعدك باللي نقدر عليه يا ربي ما نقصر وياك وأهل الخير إن شاء الله يعني نشوف لفت كفيل يتكفل بكفالة طبية إن شاء الله يعني إشقد تحتاجي لمعدل بالشهر علاجاته يعني شو سويت لك يعني جبت علاجاته كله يعني علاجه كله غالي ما الكلي هو عم تعينش قد ما يصير شي يصير عنده نقص في الكالسيوم يصير ترتفع الدائرة غدد الصمام ما اعرف شنو يمكن بدي شوي معوجه استغفر الله استغفر الله العلاج مال الغده كلش غالي العلاج كالسيوم كله ب 14 ب 15 لازم ياخذ 3 حبايات 4 باليوم زين انا جاي اخلص فيهم صراحه يعني ما كذب يعني اذا انا اعطيك 3 مرات باليوم ب 15,000 ايش قد تبقى وان انت شريت بي 10 ب 8,000 ان شاء الله هاي الاب المستشفى تعرفين والله الله شاهد يعني تجي ايام السرنجه والمغذي نشتري شغال صحيح والله صح
صح والله صح. كرم ربته ان شاء الله رب العالمين الطف من كل بشر. ايوه احنا ما نحرمون ان شاء الله خلي مالك برب العالمين ونعم بالله ونعم بالله ما مترضى ان شاء الله يا رب ان شاء الله الله يوفقك يا رب ويساعدك على تربيتهم يعطيك صحه وعافيه.